بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 30 من شهر جماد الثانية لعام 1437 للهجرة، في هذا الجامع، جامع الراجح. يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. تفضل يا شيخ. ألقاك، تفضل. وإن كنتم على سفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا على قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذه الآية هي متممة لأحكام آية الدين السابقة، فإن الله يقول: وإن كنتم على سفر. ومعنى على سفر أنكم تلبستم بالسفر. قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهنا جعل قيد أن تكونوا على سفر، والثاني ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني فالحكم رهان مقبوضة. والرهان هو الرهن، الرهن أمر معروف كانوا يتعاطونه في الجاهلية، وهو نوع من التوثيقة، وأتى الإسلام أيضا وأقره، وهو لغة الرهن مأخوذ من الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة. فالرهن فيه معنى الحبس، وهم يعرفونه، الفقهاء والفقهاء يعرفونه، يقولون: توثقة دين
بعين يمكن استيفاؤه أو باعه منها أو من بعضها. توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه، يعني استيفاء الدين كله أو بعضه منها أو من بعضها. والمعنى أنه صاحب الدين الدائن يقول للمدين: أنا أريد توثيقة لديني. فالأصل أنه يكتب ويشهد، وإذا لم يحصل هذا فإنه يصار إلى التوثيقة بالرهن فيرهنه رهنا. هنا نصوا في تعريفهم على أنه يكون عينا، ولكن هذا تعريف في الحقيقة هو تقريب، وإلا فالواقع أن الدين يصح أيضا رهنه من بغير عين، لأن المقصود فيه التوثيقة. فلو رهنه مالا في الذمة جاز، قال مثلا: لك على فلان 50,000 ترهنني إياها، له ذلك، لأنه هو توثقة ولا يقاس على البيع، ليس هو مثل البيع، إنما هو توثقة، فيحصل له توثقة خير من أن لا يحصل له توثقة. طيب، هنا قال وأحكامه في كتب الفقه، قال هنا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. هذا القيد ولم تجدوا كاتبا، وإن كنتم على سفر، الأول إن كنتم على سفر، هذا القيد هل هو قيد له مفهوم مخالفة؟ ومعنى مفهوم مخالفة أنه لا يصح الرهن إلا في السفر، وفي الحضر لا يصح، لأن الله قيده بالسفر، قال: وإن كنتم على سفر. فهل له مفهوم مخالفة؟ هذا سؤال يعني أنا أسألكم، ترى ليس له مفهوم مخالفة؟ لما؟ ما الذي صرف هذا المفهوم؟ ها؟ كيف؟ من السنة. أيوه، هذا هو، هذا النص اللي يقوله الشيخ عبد الله. قالوا: هذا الرهن، هذا القيد على السفر ليلى مفهوم مخالفة له. قالوا: وإنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن المسافر لا يتمكن من الإشهاد والكتابة، فذكر الله عز وجل هنا الحالة التي يكثر فيها هذا الأمر وهو السفر. قالوا: ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيح رهن درعه عند يهودي في الحضر، فلو كان الرهن لا يصح إلا في السفر ما رهنه. وهذا هو الصواب، أن هذا القيد خرج مخرج الغالب. طيب، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طيب، وهل أيضا يشترط عدم وجود الكاتب في الرهن، وإلا يصح أيضا مع وجود الكاتب؟ في الحضر قلنا أن بسم رهن في الحضر، طيب أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم رهن في المدينة في كتاب، صح؟ إذن أيضا الكتابة لا تشترط أن نعدم الكاتب، سواء كان الكاتب موجود أو غير موجود يصح الرهن في الحضر وفي السفر مع وجود الكاتب والشهود أو مع عدم وجوده، كله جائز، لأن المقصود فيه هو التوثيقة. طيب، قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فالحكم رهان مقبوضة. وقد ذكرنا أن الرهن لا يجب إجماعا، الرهن لا يجب إجماعا، ودللنا عليه فيما مضى. طيب، من نظم الآية. طيب، قال هنا: فرهان مقبوضة. ما معنى مقبوضة؟ مقبوضة يعني يقبضها من المرتهن.
يقبضها تكون تحت يده كذا في ذمته. لا ما قبض له معناه ما قال الله عز وجل فرهان فقط، قال فرهان مقبوضة لابد يستلمها. يعني مثلا قال أنا أقرضك مثلا 100,000 على أن ترهنني سيارتك هذه، طيب والسيارة فين تكون؟ عند المرتهن الذي دفع المال كذا. طيب هم قالوا هذا معنى مقبوضة، إما أن تكون عند المرتهن هذا هو الأصل، وإما أن تكون عند عدل يرضونه، يعني يقول مثلا نضعها عند فلان. طيب وهل تكون مقبوضة وهي عند الراهن؟ الراهن اللي هو لازم نعرف المصطلحات، المرتهن منه صاحب المال اللي دفع المال، والراهن المدين الذي أخذ المال، والرهن المال نفسه كذا. فإذا قال نضعه عند الراهن يعني عند المدين، هل يصح هذا أو لا يصح؟ لأنه قال هنا فرهان مقبوضة، يصح ما يصح؟ لأن الله قال فرهان مقبوضة. ولذلك اختلف العلماء على 3 أقوال، فمنهم من قال إن الرهن لا يصح إلا بالقبض لأن الله قال فرهان مقبوضة. قالوا وأيضا وقال بعضهم أيضا إنه لا يلزم الرهن، قالوا يصح الرهن لكن لا يلزم إلا بالقبض. القول الأول لا يصح الرهن أبدا إلا بالقبض، والثاني قالوا يصح الرهن لكن لا يلزم إلا بالقبض، بمعنى أنه لو رهنه مثلا سيارته ثم لم يقبض فللمدين الراهن أن يبيعها، له أن يبيعها ويتصرف فيها، أو رهنه بيتا له أن يتصرف فيه إذا لم يقبضه كذا قال بعضهم. هذا القول الثاني. والقول الثالث أن الرهن عقد صحيح ولازم بمجرد العقد، هذه 3 أقوال. أما من قال إنه لا يصح الرهن ولا يلزم، ومن قال لا يلزم أيضا إلا بالقبض، فإنهم استدلوا بالآية، قالوا إن الله قال فرهان مقبوضة، قالوا ويدل عليه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. واحد قال شخص أريد توثيقة رهن، قال هذه الناقة يحلبها ويركبها المرتهن، فهو له أن يركب وله أن يشرب إذا أذن له الراهن، لكن نفقتها وعلفها عليه. قالوا هذا الآن يشد للحديث على أن الرهن بيد من المرتهن. قالوا لا، قالوا الرهن يركب بنفقته، قالوا دل على أنه بيد المرتهن. قالوا ويدل عليه أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي وأقبضه إياه ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه عند اليهودي. هذه أدلتهم. وقالوا أيضا إنه لا يوثق بالرهن حتى يقبض. والصحيح في هذه المسألة أن الرهن عقد صحيح ولازم بمجرد العقد، والذي يدل عليه أن العقد أن الرهن عقد، والعقد عهد، والله أمر بالوفاء بالعهود. هذا واحد. 2،
فيه دلالة من الآية نفسها تدل على أن الرهن صحيح ولازم بمجرد العقد. من يجيب للدليل هذا من نفس الآية؟ سم. طيب وش وجه؟ لا بس هم يقولون ما يلزم إلا بالقبض. إحنا نقول لا يلزم ويصح بدون قبض، وفي دلالة في الآية. قال فرهان، هم يقول فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. سماها رهان، سماها رهان، ومقبوضة وصف زائد، فسماه رهن، والرهن حكم شرعي. قال فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فالحكم رهان، وسماه رهن، والرهن حكم شرعي، فأثبت له هذا المسمى الشرعي وأنه عقد معلوم معروف، لكنه زاده قيدا مقبوضة. فهذا القيد له معنى آخر، لكن وصفه بأنه رهن وهنا يدل على أن العقد صحيح، أن العقد صحيح. طيب إذن قوله فرهان مقبوضة وتسميته رهن هذا الدليل الثاني. قالوا وأما قوله مقبوضة فإنما أراد به كمال الاستيثاق وكمال الاستيثاق، ولم يرد به أنه شرط لازم. طيب قالوا وأما ما ورد من السنة فإنها قضايا أعيان، وهذه القضايا لا يلزم منها تقييد الحكم، إنما هي قضايا أعيان، وهي أتت من باب زيادة التوثقة. فلا شك أن من زيادة التوثقة أن يكون الرهن مقبوضا. وفيه فائدة أنه إذا أراد الاستيثاق بالقبض فله ذلك، وليس للراهن أن يعتذر، فهذا من حقه. وحتى لا تحصل المنازعة بين الناس، لأنه لو كان بيد الراهن قد يبيع ويتصرف فيه. طيب هنا قال فرهان مقبوضة. طبعا في أحكام الرهن كثيرة تجدونها في كتب الفقه. سم. فين إيش؟ الرهن أي الرهن قد يعني هو الحقيقة ترى عمل الناس اليوم، وأكثر عمل الناس أن الرهن بيد الراهن، يعني يرهنه البيت وهو يسكن في البيت، ويرهن السيارة وهو يركب السيارة، نفس صاحب المال، نفس المدين. ولو لم يحصل ذلك تعطلت مصالح الناس، يعني تتعطل مصالح الناس. وأنا أقول أرهنك سيارتك وتضعها عندي وتعطل مصالح السيارة، أو أرهنك البيت ولا أحد يسكن البيت. سم. يعني نظاما هذا يعمل فيه أنه يرهن ويكون مختوم عليه خلاص مرهون حتى يفك، هذا توثيقة صح، هذا زي القبض. هم سموا بعضهم الأوراق الرسمية هذه كالقبض، لكن عاد أنا مسائل تفريع في مسائل الرهن هذا في الفقه. يعني مثلا لو أنه تعطل الرهن وقال ما تستعمل الرهن، المشتري صاحب المال قال ما تنتفع فيه يا الرهن، والرهن قال أنت ما تنتفع فيه، واختلفوا في ذلك، هذه مسائل معروضة في الفقه. والصحيح أنه لابد من استغلاله، وإذا استغل الثمرة لمن تكون؟ مثلا هذا البيت قال رهنتني البيت وبنأجر البيت وأجروه اتفقون يأجرون، لمن تكون الأجرة؟ من الدين، تكون من الدين، تحبس على الدين. هذه تجدونها في كتب الفقه. طيب هنا قال فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا،
فليؤدي الذي اؤتمن امانته. فان امن بعضكم بعضا، هنا هذه راجعه الى الرهن ولا راجعه الى كل ما سبق؟ الذي يظهر انها راجعه لكل ما سبق، يعني من الكتابه والاشهاد والرهن. ان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. طيب هنا لما قال فليؤدي الذي اؤتمن امانته ولم يقل فليؤدي المدين دينه؟ وهو المخاطب هنا المدين. سم اي بس ليش قال فليؤدي الذي اؤتمن؟ ليش ما قال المدين؟ ان يكون عليها. اذن هو قال له فليؤدي الذي اؤتمن ليبين له انها امانه وان الاخلال بها خيانه. فهذا من باب التحذير، استعمل هذا اللفظ من باب التحذير والحث على الوفاء. قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه، ثم امره بالتقوى وقارن ايضا بين لفظ الجلاله والربوبيه. وهذا نظير ما سبق يوم ذكر الكتابه، وش قال؟ فليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. فأمر بالتقوى وقارن بين لفظ الربوبية والألوهية في التوثقة في بداية الدين وفي آخره عند الوفاء. لما؟ ها؟ كل هذا من باب الحث والتحريض على حفظ حقوق العباد بعض بين بعض. لكن هنا ذكرنا قبل لما جمع بين لفظ الجلالة والربوبية، قلناه قبل لما جمع بينهما؟ قلنا إن لفظ الألوهية الله وليتق الله هذا فيه تذكير بالألوهية وبأنه عبد لله يأتمر بأمره ويأخذ بشرعه ويعظم أمر الله ونهيه. طيب وربه يذكر بالربوبية ومن مقتضاها أن يخشى ويخاف من عقوبته ومن عذابه ومن معاجرته إلى آخر معاني الربوبية. قال وليتق الله ربه، ثم قال ولا تكتم الشهادة. طيب ولا تكتم الشهادة، ما معنى كتمان الشهادة؟ أن يخفيها، ما يظهرها كلها ولا أو بعضها، يشمل الأمرين. أما أن يكتمها كلها ولا يجي يشهد بعض ويخفي بعضا. طيب هنا قال ولا تكتم الشهادة، مع أنه قال قبل ذلك ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقلنا أنه قال ولا يضار تحتمل الأمرين، لا يضارر ولا يضارره. فهل يكون هذا تكرار؟ يقول يعني لا يضار الشهيد، هم الحين يقول ولا تكتموا الشهادة. قلنا هناك تذكرون إن هذاك في التحمل والأداء، صح؟ في التحمل، صح؟ في الدرجة الأولى في التحمل، والمضارة قد تكون بالكتمان قد تكون بغيره، ولكن هنا الكلام على الأداء. قال ولا تكتموا الشهادة، يعني بعد أن تحملتموها وثبتت في ذمتكم لابد أن تؤدوها. قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طيب هنا قال آثم قلبه ولم يقل فإنه آثم فقط، آثم قلبه. لما أضاف الإثم إلى القلب؟ أو أمر قلبي. أيوة. قالوا لأن هذا الكتمان أمر قلبي، فقال فإنه آثم قلبه، دعاه إلى هذا الأمر وسول له وكتم ما في قلبه، فهذا القلب الذي المضغة
آثم، فإنه آثم قلبه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليه. قال والله بما تقال والله بما تعملون. هنا لما قدم الجار والمجرور والله بما تعملون عليم؟ طبعا قد يقال لمناسبة الفاصلة يعني آخر الآية، صح، وأيضا فيه معنى، ومن حيث المعنى بأنه لا يخفى عليه شيء. ولكن لماذا لو قال والله عليم بما تعملون؟ في فرق يا شيخ. بس هذا ممكن يقال الحصر والحصر. أيوة، أو التقديم يقول مثلا، وش يؤدينا من معنى والله بما تعملون عليم، يعني تحذيرهم هم، يعني قالوا هذا في زيادة تحذير وتخويف لهم، فبدأ بالعمل، قال والله بما تعملون عليم، لأنه الآن هو يتكلم عن عملهم هم وما أخفوه في قلوبهم وما تسول لهم نفوسهم، لأن النفوس لها منازعة في مثل هذه الأمور. قال والله بما تعملون عليم، ثم قال سم. إيه؟ الشهادة مذكورة يا شيخ قبل. الله يقول بعد، ما هو بسياق المقطع، لا الآيات مرتبطة، قال وإن كنتم على سفر، صح، فهو أمر بتوثيق الدين بالكتابة، الإشهاد، الرهن، ثم قال فإن أمن بعضكم بعضا في كل ما سبق، ثم تكلم عن أداء الشهادة، قال ولا تكتموا الشهادة. لا لا، ليس هنا أنه شهيد موجود، هنا الكلام قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، الكتابة هي الكتابة تكون مع الإشهاد، وهنا إذا عدم الكاتب والشاهد يكون الرهان، يكون الرهن. ثم قال فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذا يشمل كل ما سبق. ثم قال ولا تكتموا الشهادة، لأنه تكلم في البداية عن تحمل الشهادة والآن تكلم عن الأداء، فالمسألة هنا في ختام الآية هي في الأداء، وفي البداية عن التوثيق في البداية، فلما تكلم عن الأداء تكلم فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي، وتكلم عن الشاهد يؤدي. ها؟ ولذلك هو قال وليتق الله، وليتق الله ربه، في البدايه وقالها في النهايه، يعني قالها في التحمل وتوثيقات الدين في البدايه وقالها في الاداء، ولذلك كان هذا الختام محكم، وقال بعد والله بما تعملون عليم، ايضا ليخاطب نفوسهم ويحذرهم. ثم قال حتى ان سم، إيه شوف يا شيخ، التوثقة هذا أمر يكون بين المتدينين، لم يجعل الله عز وجل في التوثقة حد محدود، يعني أن لو أنه أشهد مع الكاتب ما في بأس، ولو أنه طلب توثقة بالأمور العصرية اليوم ما في بأس، ليست مربوطة بالشاهد، يعني الآن لو يقول حول لي من المصرف عشان أحول لك بالمصرف عشان أضمن حقي، هذا نوع توثيق لا يلزم، هي 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 أمور معهودة بين الناس يعني يتعارفونها، لكن هو تكلم عن الشيء الأصل والحقوق التي تثبت فيه في الغالب. طيب قال لله ما في السماوات، ثم قال لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه الآية ما وجه ارتباطها بما قبلها؟
بعضهم ربط بينها وبين الآية التي قبلها مباشرة، وبعضهم جعل هذه الآية تختم الأحكام التي وردت في سورة البقرة. ولا مانع من الأمرين، فإن الله عز وجل يقول هنا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا تحذير من كتمان الشهادة ومن الخيانة في الأمانة كما سبق، هذا صحيح. وأيضا هي تقرر ما قررته سورة البقرة، وذلك أن سورة البقرة هي من السور المدنية كما أسلفنا، بل هي من أوائل السور المدنية، وأتت كما قال ابن تيمية لتقرر أصول العلم وقواعد الدين، فأتى فيها من الأحكام الشرعية ما لم يرد في غيرها من الأوامر والنواهي والأحكام، وفيها من القصص والعبر الشيء العظيم. ثم بعد ذلك ختمها بقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض. فهذا الختام يقرر هذا الأصل، وأن الله الذي حكم عليكم بهذه الأحكام وأمركم بها حكم بها وأمر بها لأنه لله، له ما في السماوات وما في الأرض، فيجب عليكم أن تدعنوا له. فذكر أمرين: لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالأول: لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا ملكه جل وعلا، فهو المالك المتصرف في خلقه. ثم له ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا يتضمن كمال علمه، فهو لا يخفى عليه شيء من الكليات والجزئيات. قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فإذا كان له الملك وله كمال العلم ولا يخفى عليه من أمركم شيء، فالتزموا بما قررته هذه السورة من الأحكام العظيمة. ولذلك كان ختام هذه السورة أعظم ختام، وختمها الله عز وجل بآيتين عظيمتين سيأتي فضلهما أيضا. فقال هنا قبل ذلك: قال: لله ما في السماوات وما في الأرض. لله يعني له ملك السماوات والأرض وما فيهما، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا ما في أنفسكم يعني تتكلموا به أو تعملوا به، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعني تكنوه ولا تظهروه يحاسبكم به الله. هذه الآية فيها إشكال، وهو أن الله عز وجل قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهذا الإشكال وقع على الصحابة نفسهم، فإنهم لما نزلت هذه الآية شقت عليهم، حتى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبركوا على الركب، وكانوا هم أعظم الناس خشية لربهم، لا تطرق أسماعهم هذه الآيات ولا يعتبرون بها، لا، لأنهم قوم أهل عمل ويخشون ربهم. فثقلت عليهم، حتى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة والجهاد، وهذه لا نطيقها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وناهم أن يكونوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، بل أمرهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها وذلت بها نفوسهم، فأنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ثم بعد ذلك، بعد أن ذلت نفوسهم وآمنوا بذلك، أنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقالوا: نسختها هذه، نسخت السابقة. وهنا اختلف العلماء في هذه الآية،
هل هي منسوخة أو غير منسوخة؟ فقال بعضهم هي منسوخة يدل عليها الحديث الذي ذكرته لكم قبل، وقال بعضهم هي ليست منسوخة بل هي محكمة. طيب، والنسخ الذي تكلم به الصحابة؟ قالوا الصحابة يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص، ويريدون به الاستثناء، ويريدون به تخصيص الفهم، تخصيص فهم الصحابة وليس تخصيص الآية. طيب، ما حل الإشكال في الآية وما الراجح في ذلك؟ قال بعضهم كيف تنسخ وهي خبر والأخبار لا تنسخ، وقالوا أشياء أخرى. لكن الإشكال في الآية إنها يعارضها معارض، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إن الله غفر لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، فهذا مغفور الذي يحدث في النفس ولا يتكلم ولا يعمل به مغفور. فما الحل في ذلك سم من باب التخصيص؟ طيب وش معنى يحاسبكم يا شيخ؟ قال وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وش معنى يحاسبكم به الله؟ ايش؟ طيب يا شيخ كيف يكون يحاسبكم يعذبكم وهو قال بعدها ايش؟ فيغفر لمن يشاء. لو كانت المحاسبة هي العقاب ما قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، صح؟ إذن هو إيش يحاسبكم؟ أنا سمعت جوابك وأنا مقتنع فيك، أنا أعطيتك الضوء الأخضر توي يا شيخ لأن جوابك كان صحيح الأول، بس ما بيك تفسد عليهم يعني. لا هو مثل ما ذكر هو الشيخ، هو قال الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، ما قال الله يعاقبكم، ما قال يعذبكم، قال يحاسبكم. والحساب هو العد في الأصل، الحساب هو الإحصاء والعد، إذا قال حاسبه يعني عده وأحصاه. والمعنى المعنى أن الله عز وجل يحصي عليكم أعمالكم ويحصي عليكم حتى ما كان في نفوسكم وأكننتموه، هذا المعنى وهو الصواب، وهو الذي فسره به ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورضاه ترجمان القرآن، وبين أن الآية محكمة وهي كذلك الآية محكمة، وإنما الصحابة شق عليهم وظنوا أنهم يعذبون ويعاقبون، والله ما قال ذلك، إنما قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني ما همت بما فكر ما أكننت في نفسك وأضمرته من السوء فيحصى عليك ويسجل، ولكن هل تعذب عليه تعاقب عليه؟ لا، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نجي للتفصيل. صحيح قد يكون في معاهدة، صحيح، لكن نأتي بالتفصيل. المهم أنه الأهم شيء الأولى أنه ليست يحاسبكم يعذبكم يعاقبكم، صح؟ إيه. هل في إحصاء هذا تقريب من الله عندما يقرب إليه العبد مكتوب أمامه يقرره كالذي يستحي من زمد يستحي مما كتبت في نفسه؟ إيه. فسقط لحمه من يعني، بس ما يلزم منه نوع من العذاب الحين، بس ما يلزم من التقرير نوع من العذاب، ما يلزم الحين نقول. إذن قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فالمعنى
أنكم ما تبدونه وتظهرونه من الأقوال والأعمال يحصيه الله عليكم، وأيضا ما تخفونه يحصيه الله عليكم. ثم يغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء. فالذي يظهر السوء إن كان مؤمنا قد يغفر الله له ذنبه وقد يعذبه عليه، ولكن ما أكن في نفسه ولم يظهره إن كان مؤمنا فإن الله لا يعذبه به وإنما يغفره له. طيب، وما الحكمة من الإحصاء؟ قالوا الحكمة من الإحصاء فيه حكمتان. الحكمة الأولى أنه يرى فضل الله عليه وكرمه ومنته وإحسانه إذا ذكره بالخواطر التي خطرت في نفسه من السوء وأنه لم يعذبه عليها. الأمر الثاني فيه تحذير للعبد من أن ينجر إلى هذه الوساوس وهذه الخواطر التي تأتي في النفوس، لأن الله يحصيها عليك وأنت تريد أن تلقى الله بصحيفة بيضاء، وهذا فيه تحذير. طيب، قالوا وهذا له نظير من النصوص، فإنه قد ثبت في الحديث أن الله عز وجل يدني عبده يوم القيامة ثم يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، بالذنوب التي عملها، ما بالخواطر، بالذنوب التي عملها، فيقول فعلت كذا وكذا وكذا، فيقول نعم، يقول فأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهو يقرره هنا ليعلم فضل ربه ومنته وكرمه عليه، وكذلك يحصي عليه ما كان يسر في خاطره ولو لم يظهره فيغفره. قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ويعذب من يشاء أيضا يعذب على الخواطر، إذا كانت هذه الخواطر خواطر شك كما قال ابن عباس فيعذب المنافق، إذا كان في خواطره الشك والطعن في دين الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يعذب عليها. قال العلماء والذي يخطر في النفس ينقسم إلى أقسام. القسم الأول قالوا ما يخطر من خواطر يدفعها المؤمن وهي تمر عليه كالطيف ويدفعها بإيمانه، قالوا فهذه لا يؤاخذ عليها بل هي صريح الإيمان، كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه، قالوا نعم، قالوا ذاك صريح الإيمان. يدور في نفوسهم خواطر يتعاظمون أن يتكلموا بها من سوءها عندهم ويدفعونها بإيمانهم، قال ذاك صريح الإيمان، هذا وسوسة يدفعونه بإيمانهم، هذا صريح الإيمان، فلم يكن هذا عليهم بل لهم. الثاني أن تكون خواطر في النفس لكن هذه تنقسم إلى أقسام، أن يهم المرء بسيئة في نفسه فهذه يقولون تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يتركها لله، فما حكمها؟ كان من هم بالسرقة ولكنه خاف الله وترك، أو بالزنا وخاف الله وترك، تكتب له حسنة، في الحديث قال فإنما تركها اكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي، ايش معنى من جرائي؟ لأجلي، فتنقلب هذا الهم ينقلب إلى حسنة. والقسم الثاني قال والقسم الثاني أن يهم بها ثم يعزف عنها بدون أن يكون لله، هكذا طابت نفسه، كان يفكر يشرب خمر وبعدين هون، لا بخايف من أحد ولا خايف من الله، يقول هذا لا له ولا عليه، لا له
وهو في الحديث قال فلا تكتبوها شيئا. في الحديث من هم بسيئة قال فلا تكتبوها شيئا، هذا من الصنف هذا، لأنه ما تركها لله وإنما تركها عجوبا عنها. والقسم الثالث قالوا القسم الثالث هو من تركها عجزا، كمن خاف من الهيئة مثلا، أو خاف من ولي أمره، ولا هو يريد أن يفعل وسعى في أسبابها، قالوا فهذا تكتب عليه سيئة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل هو المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وهو فعل هذا، فعل هم وبدأ بأسبابه، لأنه أخذ السيف وقام يقاتل. والنوع الرابع من كان هم بنيته ولكنه ما تركها وما سعى في أسبابها، ما تركها عجوفا عنها وما فعل أسبابها لكنه كان يهم بها، قالوا هذا عليه إثم النية. وينطبق عليه الحديث الفقير الذي يقول يا ليت لي مثل ما مال فلان فأعمل مثل ما عمل في الفجور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيتهما فهما في الوزر سواء، فهو بنيته فهما في الوزر سواء، هذا له إثم النية فقط. طيب بس ودنا نمشي شوي بعد الدرس إن شاء الله، أنا احنا أتعامل ودنا نختم السورة، الله يختمنا وياكم بالصالحات. قال إذن هذا معنى الآية الآن واضح، فقالوا إذن وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، المقصود بالمحاسبة هو الإحصاء والعد. قالوا كما أن الصغائر ويدل على ذلك أيضا، والنظير لها غير نظير أنه يقرر الله عبده يوم القيامة، قالوا الصغائر أيضا هي تكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالصلوات ومع ذلك هي تحصى عليهم. قالوا أيضا الصغائر مثلها، فيكون يحصي الصغائر وما تهم فيه النفس وأيضا ذنوبه يقرر بها ويغفرها لها. قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. طيب قال والله على كل شيء قدير، هذا من باب التحذير والتخويف حتى يمتثلوا أمر الله. ثم قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وهاتان الآيتان هما ختام سورة البقرة، وهاتان الآيتان عظيمتان ورد في فضلهما فضائل، منها أنه من قرأهما في ليلة كافتا. اثنين خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعطيتهما، وفي الحديث أنه كان عنده جبريل ففتح باب من السماء سمع قضيضا جبريل فرفع رأسه إلى السماء فقال هذا باب من السماء فتح لم يفتح قبل، فنزل منه ملك لم يكن ينزل من قبل. قال أبشر أعطيت بنورين لم يعطهما نبي قبلك، وشي الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، هذا فضل عظيم. اثنين ثلاثة أنه من كنز من تحت العرش، صحيح. وقال في الحديث الصحيح أيضا قال أعطيته رضا في السماء، قال أعطيته ثلاثا، أعطيته الفاتحة والصلوات الخمس وخواتيم سورة الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك من أمته المقيمات، وغفر لمن لم يشرك من أمته المقيمات يعني الكبائر. طيب إذن هذه أيضا فضائل. إذن هذه السورة الآية على فضائلها العظيمة لابد أن نعلم معناها. قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أنزلت هذه بعد أن أشكل على الصحابة أمر الآية الأولى، فلما أذعنوا أنزل الله هذه الآية، فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. طيب الحين نسب الإيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين، لكن هنا ما معنى إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن أنه هو نفسه رسول الله وأن الذي أنزل عليه من الله، هو يؤمن وله أكمل الإيمان لأنه يؤمن بذلك وهو الذي أرسله الله وأنزل عليه ذلك. فقال فبدأ به فقال آمن الرسول
بما أنزل إليهم من ربه والمؤمنون، يعني والمؤمنون آمنوا كذلك، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كم ذولي؟ إذن كم أركان الإيمان؟ على أركان الإيمان ستة. يقولون العلماء إن سورة البقرة من عظمتها ذكرت أركان الإيمان ثلاث مرات، ذكرتها في أولها وفي وسطها وفي آخرها. أما في أولها قال الذين يؤمنون بالغيب المنزل إليكم ومنزل من قبلكم وآخرتهم يوقنون، وفي وسطها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه إلى الآية، وفي آخرها قال هنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أنا بكم تعدوا لي أركان الإيمان الموجودة الآن، عدوها لي. بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر. وين يا شيخ؟ سمعنا وأطعنا. طيب وين اليوم الآخر؟ وإليه المصير. والقدر أيضا يدل عليه قول الله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن هذه الآية احتوت أركان الإيمان أربعة، هذه المذكورة وإليه المصير هذه تدل على اليوم الآخر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به تدل على الإيمان بالقضاء والقدر. إذن اشتملت على أركان الإيمان ستة. هذا من عظمة هذه الآيات. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما معنى لا نفرق بين أحد من رسله؟ طيب كيف لا نفرق بينهم؟ هل تتعبدون بشريعة موسى وعيسى؟ بس لا نفرق بينهم. أيوة. يعني لا نفرق بينهم، نظن أنهم نعتقد أنهم كلهم رسل الله وأن شريعتهم بالإيمان بالله واحدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنؤمن بهم ولا نفرق بين أحد منهم ونعتقد أن دعوتهم واحدة، ولكن نتعبد بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب قال لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. ما معنى سمعنا وأطعنا؟ سمعنا طيب سمعنا يعني بأذاننا انقياد. أي هنا في عندنا قبول والانقياد، أيهم اللي فيها القبول تتضمن القبول وأيهم الانقياد ولا الانقياد؟ السمع هذا إيش؟ سمع قبول، ما هو مجرد سماع. سمع قالوا سمعنا يعني سماع قبول. طيب وأطعنا هذا هو الانقياد والامتثال. فهم يقولون سمعنا يعني سمعنا سماع قبول لأمر الله وشرعه أمره ونهيه، وأطعنا أي انقدنا وأذعنا. لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. ما معنى غفرانك؟ يعني يسألون الله أن يغفر لهم. غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم ختموا ذلك بقال وإليك المصير إقرارا باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله وباليوم الآخر هذا هو الذي يدعو الإنسان إلى الامتثال. ولهذا كان من حكمة أن الله عز وجل تعبد الناس بهذا، بالإيمان بالغيب وباليوم الآخر، وجعل المحاسبة لهم. ولذلك من قام رمضان إيمانا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه يؤمن بالله ويحتسب الأجر عنده ويؤمن باليوم الآخر وما يكون فيه من الثواب والعقاب وهكذا. قالوا هنا وإليك المصير. ثم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. قال لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يقل لا يكلف الله نفسا إلا قدرتها أو حتى إلا طاقتها، قال إلا وسعها. وما الفرق؟ قالوا، قال سفيان: إنما كلفها يسرها لا عسرها. وما أجمل قول سفيان بن عيينة، قال: كلفها يسرها لا عسرها، ولو كلفها طاقتها لعجزت، أو كما قال رحمه الله. يعني أخذ معنى دقيقا لهذا اللفظ، وهو قول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما قال طاقتها ولا قال قدرتها، ليبين أن الله عز وجل كلف النفوس ما يسعها ولا تعجز عنه. ما هو أنه طاقتها وقدرتها، لو قال قدرتها يعني قد تقدر عليه لكن يجهدك، لكن هذا لا يجهد، فتكاليف الله لا تجهد العبد. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قالوا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فجعل الذي لها عبر بقال لها، لأنه يحصل ثوابه لها، والذي عليها عبر والذي والإثم قال عليها، لكن قالوا أنه قال لها ما كسبت، ما قال لها ما اكتسبت، وقال عليها ما اكتسبت ولم يقل عليها ما كسبت. فلما جعل كسبت للثواب والاكتساب؟ نعم، يعني في مفاعل سمع. أي قالوا صحيح، قالوا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قالوا: أيهما أشد لفظا، كسب ولا اكتسب؟ اكتسب أشد لفظا وأقوى. فقالوا إنه قال لها ما كسبت، ليبين أن الفضل والرحمة غالب على الغضب، كما قال في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي. قالوا: للإنسان ما كسب ولو كان فيه ما فيه من العمل، فإنه يقبله الله عز وجل حتى لو كان فيه قصور، لها ما كسبت. ولكن الذنب لا يعاقبه على الذنب إلا الذي كان فيه مفاعلة وفيه قصد وفيه عمل، فهذا فيه دلالة على تغليب جانب العدل والفضل على العقوبة. قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يدعون ربهم يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان معروف وهو الذهول، والنسيان في اللغة أصلا هو يطلق على الترك، وقد يكون معه ذهول وقد يكون من غير ذهول. فقول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، يعني ترى الترك، المقصود هنا الترك. فالنسيان في أصل اللغة هو الترك، وقد يكون معه ذهول وقد يكون من غير ذهول. قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والخطأ هو الذي يكون من غير عمد، كالجهل، يكون يعمل العمل جهلا، هذا غفره الله. قال في الحديث: إن الله غفر الله لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب، قال هنا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا. طيب، هنا قال ربنا ولا تحمل وعطف بالواو، لما لم يقل ربنا لا تحمل؟ ليش قال ولا تحمل؟ لأنه يعطف على الدعوة السابقة، يعني قالوا: ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تأخذنا نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا، لكنه قدم هنا ربنا. لما؟ لا، بس ما قال ولا ويا ربنا لا تحمل علينا أصلا، قال
ربنا. قالوا هنا دعوا بالربوبية وقدمه توسلا توسلا إلى هذه الدعوة. وأكثر دعوات القرآن هي بالربوبية. ربنا لا ربنا ولا تحمل علينا إصرا. ما هو الإصر؟ هو الثقل والأغلال، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، التي كانت على الأمم السابقة. فهم يدعون ويقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا أغلالا وأثقالا مثل كما حملته على الذين من قبلنا. من هم الذي قبلهم؟ اليهود والنصارى. فكان عليهم من الأصرار الأصار والأغلال ما نزعه ورفعه الله عن هذه الأمة بنص القرآن، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وهذه الدعوة. يقولون هم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هل هذا في الأمر الكوني ولا الشرعي؟ يعني لا تحملنا ما لا نطيقه شرعا ولا قدرا وكونا؟ أو تشمل الأمرين؟ تشمل الأمرين، وما تشمل الأمرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به شرعا وكونا، يعني ربنا ولا تحملنا المصائب وغيرها. طيب، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. ترى لا تحسبون انتهينا من الآية، فيها مسائل، بس أنا ودي تتبهوا لي معنا الآية، فيها مسائل مشكلة. واعف عنا، ختموا بهذا، قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا، إيش الفرق بين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا؟ قال بعضهم واعف عنا، اعفو عنا ما أخللنا فيه من الواجبات، واغفر لنا ما ارتكبناه من المنهية، وارحمنا يعني تفضل علينا بإحسانك وجودك. ثم قالوا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا، قدموا هذا التوسل بين يدي دعوتهم، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقالوا أنت مولانا، والمولى ينصر وليه، فقدموا هذا بين يدي دعوتهم. ثم قالوا فانصرنا على من؟ القوم الكافرين، وسموهم بهذا أيضا من باب التوسل، أن يستجيب الله دعاءهم، لأنهم قوم كافرين، يعني يكفرون بك ويجحدون ربوبيتك وألوهيتك، فانصرنا عليهم. هنا كل جملة دعا بها المؤمن قال الله عز وجل فيها قد فعلت. فإذا قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كما ثبت في الصحيح أن الله قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعلت. آخر الآية قد فعلت. طيب، وهذا يدل على فضل هاتين الآيتين وعظمهما. ولكن هنا إشكال، والإشكال هو الآن، أول إشكال هو هذه الدعوات بنص الحديث قد أجيبت، فإن الله يقول قد فعلت. فالسؤال لما يسأل السائل والدعوة قد أجيبت؟ ها؟ تكون سبب تأكيد، ها؟ عبادة، يعني تكون عبادة محضة فقط. قال بعضهم إن هذه الدعوات قد أجيبت وبنص الحديث قد فعلت، وأيضا أنه الخطأ والنسيان قد رفع عن الأمة، فهذه الدعوات مستجابة. قالوا وإنما أمر المؤمن بأن يدعو بها من باب العبادة المحضة، هذا قول. والصواب والله تعالى أعلم أنها سبب، أن هذا الدعاء سبب
سبب، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فلا بد أن يجاب الدعاء، فهذا الدعاء يتحقق بهذا السبب. أيوة. قالوا ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بالنصر يوم بدر، بل إنه أخبر القوم بمصارع القوم، حتى إنه قال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، وعد سبعة، وما أخلف واحد منهم ما كان ما أشار عليه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. ومع ذلك فإنه قام يدعو الله يوم بدر حتى تضرع إلى الله بأشد الدعاء، حتى سقط رداؤه وأشفق عليه أبو بكر من شدة الدعاء، حتى يقول يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد الله، وأبو بكر يلتزمه إشفاقا عليه ويقول لن يخذلك ربك. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بالنصر، بل وأشر على مصارع القوم، لكنه يعلم أن هذا النصر له سبب، ومن أسبابه الدعاء، كما أن من أسباب رفع الإصر والأغلال عن أمة محمد، وكذلك من عدم مؤاخذتها بما نست وما استوى وما أكرهت عليه والخطأ، إنما هو الدعاء. ولذلك كان هذا الدعاء من الأسباب، كما أنكم تسألون لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة، والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون لعبد من عباد الله وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان من أسبابها الدعاء. وأنت لك مصلحة في الدعاء، فإنك تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن هذا الجواب أن هذا من الأسباب، فهو دعاء مستجاب لكنه له أسباب. طيب، إذا قلنا هذا وقلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا أمر يعني غفره الله عز وجل، صح؟ طيب السؤال، هل كل أمة محمد قد صلى الله عليه وسلم قد استجيب لها هذا الدعاء؟ طيب نرى منهم من يعذب، ونرى منهم من يغلب ومن يقهر، وهم يقولون أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ويقول واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فيهم من سيعذب. والله يقول قد فعلت. قالوا الجواب عن هذا أن هذا استجيب لمن تحقق فيه له الإيمان، كما قال عز وجل آمن الرسول، فمن تحقق فيه الإيمان استجيب له هذا الدعاء، وهو متحقق في الجملة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وكل إنسان على حسب ما يقوم في قلبه من الإيمان، فمن قام في قلبه من الإيمان ما يستحق به هذا النصر والتأييد والغفران كان له ذلك، ومن أخفق كان عليه من الإخفاق بقدر ذلك. إذن قالوا هذا مستجاب في الجملة، وهو يختلف من شخص إلى شخص. طيب، هنا قال ربنا ولا تحمل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. طيب كيف هم يدعون الآن يقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا والآثار والأغلال قد وضعت على الأمة؟ كيف يدعون؟ يقولون ربنا ولا تحمل علينا إصرا وقد وضعت وانتهت الأغلال. أليست الأغلال موضوعة؟ هذا إشكال ثالث الآن. الإشكال الثالث قالوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أليس الله وضع الأسرار عن هذه الأمة؟ قال الله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، بينما الأمم السابقة كانت عليهم آثار وأغلال. قال الله عز وجل بظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا.
فما الجواب؟ كيف يدعون يقولون ربنا والتكليف انتهى وما عاد فيه نسخ ولا شيء، انتهت والأصرار موضوعة، وكيف هم يدعون يقولون؟ قلنا سبب، بس كيف يكون سبب لهذه؟ ها؟ سم ايوه ايه. هو قال العلماء انه هذا الدعاء ايضا يختلف باحوال الناس، فانه التشريع صحيح انتهى، والاغلال وضعت عن امه محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ولكنها تختلف باختلاف الاشخاص، قالوا فقد يحصل عليهم من الآثار والأغلال بحسب ذنوبهم شرعا وقدرا. كيف شرعا وقدرا؟ قالوا قدرا قد يكون الإنسان يحرم من الخير، يحرم من الخير قدرا، ما يغاث، يحصل له الفقر بسبب ذنوبه، أو لا يتلذذ بالمعيشة، يكون عنده المال والولد لكن يكون عذاب عليه، مو بنعمله، كما قال الله عز وجل، كما قال الله عز وجل أم يحسبون، كما قال الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فكانت الأموال والأولاد عذاب، هذا قد يحصل قدرا. قالوا وشرعا، قد كيف شرعا؟ قالوا شرعا قد يكون يحصل على الإنسان أصرار وأغلال في الشريعة. طب الشريعة ما فيها أصرار؟ قالوا صح، لكن قد يقع على هذا المذنب أو على هذه الطائفة المذنب أصرار وأغلال. كيف؟ قالوا لا يهتدون لحكم الشرع وتسهيل الشرع، ويتسلط عليهم من يفتيهم بالشدائد، إما يرغمهم وإما يخفاه. لا، قالوا يجهل، قالوا هذا واقع، كما أن بعض الناس يذنبوا، قد أذنبوا فتسلط عليهم من أفتاهم بفتاوى شاقة، حرم عليهم مباحات، فمنعهم من أنواع من المساقات والمزارعة التي يستفيدون بها بحجة أنها حرام في حلال، لكن هذا الذي أدى إليه اجتهاده، ومنعهم من بعض أنواع الإجارات بحجة أنها باطلة وهي حلال، وأجرى وأمضى عليهم أنواع من الطلاق وهو لا يقع عقوبة، وهذا كثير، وتفصيل في الفقه كثير، حتى قالوا بعضهم إن عمر بن الخطاب لما ابتعد الناس وتوسعوا في الدنيا وحصلت عندهم بعض ذنوب تشدد عليهم أو شدد عليهم عما كان في خلافة أبي بكر، فأمضى عليهم الطلاق الثلاث، وقالوا هذا كان من التشديد الذي سلطه الله عليهم بسبب توسعهم. سم المهم انه بسبب الذنوب، قالوا قد يسلط عليهم بسبب الذنوب، فالشريعه ما فيها اسرار واغلال، ولكن قد يتسلط عليهم من يضع عليهم، ومن يؤاخذهم بالنسيان، ومن يؤاخذهم بما اكره عليه، فقد يفتي بعضهم من اخطا بان ياتي بالعمل، ومن نسي أن يعمل العمل، وهذا موجود حتى في المفتين اليوم، يجي بعضهم ويشق على الناس ويقولوا لازم أن تبت أن تكون لا تصلي، لابد تصلي كل الصلوات السابقة، ويقوم يصلي كل يوم، يصلي حق 20 سنة، والله هذا من الأصار والأغلال التي ما في الشريعة. ووجدنا في الحج من يقول للناس لابد من الترتيب في الحج، وإذا لم تفعل عليك دم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج، وهذا يقول لا عليك حرج، ويفتيهم بالدم إذا أخلف الترتيب، بل يفتون بدم احتياط، يقول عليك دم احتياط، احتياط لشيء لم تفعله
هذه من الآثار والأغلال التي أصابتهم بذنوبهم، وهذا شاهدناه في الحج. ويأتيهم مشقة شديدة ويتحملون آثارا، ولابد أن يلتزمون بفتوى هؤلاء المفتين. وإذا قلنا لهم يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج، قال أنت لست أعلم من العالم الفلاني، نقول له افعل، افعل ما تشاء، دم تحمل هذا الدم، الشريعة ما فيها هذه الآثار والأغلال، لكنه أصابك بذنوبك. إذن هذه الدعوة، هذه الدعوة يدعونها لأنه قد تقع الآثار والأغلال أيضا في الشريعة بحسب المفتين لا بأصل الشريعة. طيب هذه مسألة أيضا تم الجواب عليها، وبهذا يتبين لنا. وعليش أنا طولت عليكم اليوم، لكن كنت أريد أن أختم سورة البقرة وأعتذر يعني، فنكون بهذا قد أنهينا هذه السورة، لكننا ننبه إلى أمر عظيم، وأن هذه السورة ختمت بهاتين الآيتين العظيمتين التي ورد من فضائلها ما سبق، وكل دعوة يدعو بها المؤمن فهو يقول الله عز وجل قد فعلت. فهذه السورة أخذها بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا حسرة ولا تستطيعها البطلة، ومن أخذها حفظها، ومن أخذها تعلمها، ومن أخذها العمل بما فيها. فالواجب على كل مؤمن أن يتعلم هذه السورة، يحفظها ويتعلم تفسيرها ويعمل ما فيها، رجاء أن يختم الله عز وجل له بهذه الدعوات المباركات بهذه السورة. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم جميعا بالخاتمة الحسنة، وأن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى من الجنة. أسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.